مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. وكلاء الدفاع حضروا. The judge. كل حاضرين. وكلاء الدفاع. Lawyers are present. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah merciful, compassionate. باسم الشعب افتتح الجلسة الثالثة بعد العاشرة من المحاكم الخاصة بقضية الدجيل. ابتداءً بالنسبة لوكلاء الدفاع، أنتوا سبقاً طلبتوا رد القضاة. بالنسبة لطلب رد القاضي رؤوف رشيد، رئاسة المحكمة الجنائية قررت رد الطلب. وبالنسبة لرد الأستاذ جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام، كذلك قررت رد الطلب. أطلب الرد ساد، أنا أطلب استئنافه. نعم. أطلب تمييزه. إيه بإمكانك هذا. إذن أطلب رفع القانوني. أطلب رفع الجلسة، تأجيل المرافعة لحين ورود ال. لا، الجلسة مستمرة، وأنت بإمكانك خلال فترة التأجيل أو بعد انتهاء الجلسة تقدم طلب الاستئناف حسب القانون. لا، استأنف أنا من خلالك، من خلال حضرتك أطلب الاستئناف. ما. فترفع المحكمة إيدها عن الدعوة، النظر في الدعوة. وأنا مضطر لمغادرة القضاء. ما يخالف. هسه تفضل. أقدم لك هسه الطلب أستاذ. أي تفضل مكانك. أستاذ هو هي الاستئنافية هي مصدر القضاء. لا بالنسبة للإدعاء العام. نعم. نظراً لعدم حضور الشهود أي هذا اليوم، وعدم تبليغ بعض منهم، نعم، نطلب إذا لديكم، نطلب من المحكمة الموقرة إرجاء موضوع الشهود أي هذا اليوم. نعم. قررت محكمة تأجيل النظر في هذا الموضوع، وبالنسبة للمستندات الموجودة لديكم، نعم، أي المحكمة تنطيكم الوقت الكافي لبيان المستندات. وعرض المستندات على الشاشة حتى إذا بالإمكان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أمكن حسب التسلسل الزمني. نعم. أي حسب التواريخ التسلسل الزمني. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموقرة، محترمون، هيئة الادعاء العام تقدم لمحكمتكم الموقرة المستندات المتحصلة في قضية الدجيل. نبدأ هذه المستندات بالتقرير المرفوع من رئيس جهاز المخابرات السابق المتهم برزان إلى المتهم صدام حسين، والمؤرخ في 13 تموز. عرض المستند. شاشات مدى تشتغل؟
من المسؤول عن الشاشات؟ صحيح هذا حضرتك استمر بالقراءة إلى أن نعم يتم عرض. نلاحظ هذا المستند المرفوع والمؤرخ بتاريخ 13 تموز 1982 أي بعد مرور 6 أيام على حادثة الدجيل، والذي جاء فيه لاحقا للتقرير المرفوع إلى سيادتكم. طبعا أنا أقرأ نص موجود في هذا التقرير بتاريخ 11 تموز 1982، فقد أمكن لدائرتنا التوصل إلى النتائج النهائية في قضية الاعتداء على حياة سيادتكم، وهذا يعني بأن المتهم برزان رفع تقريرين اثنين إلى المتهم صدام خلال مدة 6 أيام، الأول في 11 تموز 82 والثاني هذا التقرير في 13 تموز 1982. أريد أوراق من فضلك يا أستاذ. نقيق نقيق أوراق من فضلك. أوراق جيبوا لي أوراق. وزع عليهم الأوراق. الحقيقة أنا لا أقرأ كل ما مكتوب في هذا التقرير لأنه هذا يستغرق وقت طويل، إلا أنه هناك بعض الفقرات مسائل إدارية. لا نعم أقدم اللائحة التمييزية. نعم أقدم اللائحة التمييزية. الفقرة 3 من هذا التقرير نتيجة ما تقدم فقد برزت الشكوى باتجاه برهان يعقوب مجيد الخربطلي المذكور في الفقرة 2 أعلى، وقد اعترف أمامنا بأنه في يوم الخميس 8 تموز 1982 كان قادما لتوه من وحدته العسكرية بين قوسين في تكريت. استاذ فقد لاحظ رجاء نعم. عدم نعم انا مغادر القاعة، قدمت لائحة تمييزية لازم ترفع ايد المحكمة. في حال ان غادرت القاعة يكون محامي البديل معين من قبل المحكمة يحتل مكانك. دقيقة صيحوا المحامي. اسمعي استاذ. أي دقيقة. نعم دقيقة دقيقة. نعم شكرا استاذنا الفاضل، يعني هذا ما دأب عليه يعني فريق دقيقة 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 أنت خذ مكانك نعطيك الفرصة. خلي يحضر المحامين. سيادة القاضي خلي يحضر محامين وكلاء الدفاع. سيادة القاضي نعم من فضلك. نعم سيادة القاضي. لا ما نخلي القاء محاضرة. اقعد 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 مكانك. اقعد واتكلم وياك. اقعد مكانك. مو انت اعطيتني الكلام، انت قلت لي نعم. ما خليك تلقي محاضرة. لا مو محاضرة. شكو عندك كلمتين. مو محاضرة. يلا. بالنسبة للمحامين سيادة القاضي، هذول احنا قلنا لك بالجلسة السابقة، احنا ما موكلين. وهذول وجودهم غير قانوني بالقاعة. تريد انت تحصرونا بهاي القاعة بهاي القفص، اوكي، بس حاكمنا بدون محامين. نسمع يابا، نسمع اخي، نسمع. نعم. في حالة عدم وجود محامي لك وطبقا لنص القانون، المحكمة تعين محامي يدافع عنك لحضور وكيلك الأصيل. نعم
انت ما تفرض هسه وكلاءكم هم طلعوا، احنا محكمه ما عندها مانع يطلعون، بس بموجب القانون اكو محامي دفاع يدافع عنكم لحين حضور وكلائكم. يعني هاي النص القانون محامي ورا الباب وراس انت، يعني ما تري نطبق نص القانون؟ هاي احنا بدنا نطبق نص القانون. القانون ما يقول خلي محامي ورا الباب وراسا تجيبه وفرض عليه. زين انت اتفق ويا وكيلك انه يبقى بالقاعه ما يترك القاعه. وكيلي عنده ملاحظات قانونيه، يعني اذا وكيلك ما عجبه ما حد استجاب لملاحظاته معناته يترك القاعه؟ هاي محكمة لو مهزلة محكمة. هاي أنا ما أقول مهزلة، أنت قلتها مهزلة. أي أنا ما أريد أقول أي، لأنه هم تزعل علينا. أي لا أنا صدر المحكمة واسعة، أنتم يعني لاحظتوا كل الناس صدر المحكمة واسعة إلكم، أنتم متهمين إلكم حق، بس مو كل دقيقة تقاطعون المحكمة. أنت إلك حق بس مو كل دقيقة أخي. قاطع المحكمة قل لي هسه يعني يقرأ. أنا استأذنت منك، أنا استأذنت منك وأنت انطيتني كلام. إي ما يخالف كل ساعة تقاطعني. خمس دقائق قلنا يعني مو ساعة. ممكن أنا مخلص ملاحظتي من زمان ولكن أنت ما تتكلم. يكمل أنت ليش تروح يمنى ويسرى؟ شو كل اللي أنت اللي تروح يمنى ويسرى مو أنا أروح يمنى ويسرى. استريح مكانك استريح. إحنا هذول المحامين نرفضهم سيادة القاضي. أنا ما يتعلق بي أنا المحامي الأخ أنا أشكره ولكن أنا ممك. أنت مخلي ورا أخي احنا بدنا نقول لك باللغه العربيه الصريحه، في حاله ترك محاميك او عدم وجود محامي لك طبقا لنص القانون، المحكمه تنتدب محامي يدافع عنك لحضور وكيلك الاصيل. هاي احنا بدنا نحكيها. قانون المحكمه هاي مفهومه. انا ما اريد اعلمك عليها. قانون المحكمه يقول عد القانون الدستور العراقي يقول عد ما ترفع مطالعه زين تطعن في قانون المحكمه لازم المحكمه توقف العمل. اطلب وكيلك خليه يرجع مكانه. خو مو اجبار انا قاعده. اطلب وكيلك خليه يرجع مكانه، مو انا يعني مو ما عندي صلاحيه اجبره يقعد يدافع عنك. يا القاضي وكيلي عنده ملاحظه لازم المحكمه تتوقف الى ان تجاوب. لا ما محكمه ما راح تتوقف، محكمه مستمره وراح تستمر. معناته الجلسه مو قانونيه. محكمه الشريعه تغاب. اسكت. لا تقول لي اسكت. اسكت. انا مثلك. اسكت. انا انسان مثلك، لا تقول لي اسكت. انت تقدر تستعمل كل وسائل وياي بس لا تهيني سيادتك. اذا تجاوزت الحد محكمه يخرجك من القاعه اجبارا. الان اوكي انا اطلع بدون اجبار اطلع. لا مو 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 انت تطلع محكمه تطلعك. العفو استاذ اسمح لي بمداخله، اسمح لي بمداخله يا سياده. اذا كان اسمح لي خلي انا اتكلم. اذا كان راي المحامي وراي المتهم ايضا متطابق مع راي المحامي والمحكمه لها راي اخر، فما على المحامي او المتهم ان يميز هذا القرار، وبالتالي الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العليا سوف تبت في هذا الموضوع، وهذا إجراء قانوني. نعم أنت لك قناعة أخرى متطابقة مع المحامي الذي انسحب من القاعة، فممكن أن توحدون رأيكم ويميز المحامي يميز هذا الإجراء الذي حدث، و قناعتكم انتم ممكن ان توصلوها للهيئه التمييزيه وتبت في هذا الموضوع في باعتبار جلسه قانونيه من عدمها. فهذا الموضوع تقدر تستريح، وانا اطلب من هيئه المحكمه ومن المتهمين ومن المحامين عدم مقاطعه هيئه الادعاء العام، لان هذه سندات انتم ممكن ان تستفيدون وتخلون ملاحظاتكم عليها من خلال الشاشات التي تعرض أمامكم. فنحن نطلب من الجميع بعدم مقاطعة هيئة الادعاء العام خلال عرض المستندات. استريح يا أبا استريح. أرجو سيادة القاضي رجاء أشو أنتوا تطلعونا مخو شوادم، يعني غصبا علينا وغصبا على الحقيقة. أنت تقول دي تقاطع، تقول لي قمت بدون ما أنت إذنت لي. أنا ما قاطعت أحد، لا قاطعت المدعى العام، لا قاطعته. أنت تقول لي اسكت، ليش تقول لي اسكت؟ هذه هانة لي يا أبو اللوم. أنت يا هذا أسلوبك إخلال بقواعد العدالة، إخلال بقواعد المحاكمة. هذا إخلال، أنت كل جلسة تبدي بهالإخلال.
ده استريح مكانك يعني واستمع الى سيد الدعاء العام. ده استريح مكانك بعدين نعطيك الفرصه. هسه استريح مكانك. ده انت لاحظ التقرير اللي يقراه ده، شوف يعني عندك ملاحظات على التقرير ما عندك، لان يخصك، يخص دائرتك. نعم مضطر ان اعيد. بس دقيقه يعني مو خارج الموضوع، دقيقه واحده حول ذكر أن الشهود سيادة القاضي اليوم ما تمكنوا يجون وقسم منهم لظروف معينة. أنا أذكر حالة لكي تكون أنت جنابك على معرفة وبينة فيها. في الجلسة الماضية طلب من أحد المعتقلين معنا اللي هو سعدون شاكر وزير داخلية سابق وعضو مجلس قيادة الثورة، طلب منا أن يجي يشهد في هذه القضية ورفض، فصدر المعسكر عقوبة له لنقله إلى غرف العقوبات ليلة كاملة. وفي الصباح في اليوم الثاني جاء الأمر عليه وقال له إذا ما تروح للمحكمة سيأتون الشرطة العراقية، والمقصود به هم مغاوير الداخلية لأن في هذه المهمات مهيئين، يأتوك يأخذوك بالقوة. فقال أنا سأذهب ولكن سأرفض الشهادة وسأتحدث أمام الإعلام كيف جاءوا بي. فجاءوا به إلى هنا ورفض الدخول عندما عرفوا يعني سيذكر كيف الطريقة اللي جاء به. فأنا آمل أن هذا يعني يكون لعلمك أن طريقة الاتيان ببعض الشهود يكون بهذه الطريقة. فإذا كان التعامل مع شخص وزير سابق بهذا الشكل فكيف التعامل مع آخرين؟ المحكمة راح تدقق بهذا الموضوع. راح تدقق بهذا الموضوع. تفضل. الحقيقة أنا عندي إيضاح بسيط. بسيط. أستاذ استمر بال. نعم. بعدين ندقق بالموضوع ضمن الجلسة أو بعد الجلسة الجاية. نبدأ ذلك بالتقرير المرفوع من رئيس جهاز المخابرات المتهم بارزان إلى المتهم صدام حسين والمؤرخ في 13 تموز 1982 أي بعد مرور 6 أيام على حادثة الدجير والذي جاء فيه. لاحقا للتقرير المرفوع إلى سيادتكم بتاريخ 11 تموز 82، فقد أمكن لدائرتنا التوصل إلى النتائج النهائية في قضية الاعتداء على حياة سيادتكم، وهذا يعني بأن المتهم برزان رفع تقريرين اثنين إلى المتهم صدام خلال مدة 6 أيام. الأول في 11 تموز 1982، والثاني هذا التقرير في 13 تموز 1982. الفقرة الثالثة من هذا التقرير مدون فيها نتيجة ما تقدم، فقد برزت الشكوى باتجاه برهان يعقوب مجيد الخربطلي المذكور في الفقرة 2 أعلى، وقد اعترف أمامنا بأنه في يوم الخميس 8 تموز 1982 كان قادما لتوه من وحدته العسكرية بين قوسين في تكريد، فقد لاحظ أن المدخل إلى مدينة الدجيل مغلق بسبب وجود سيادتكم داخل المدينة حينذاك. اتجه إلى طريق البساتين وشاهد في طريقه المقبور كريم كاظم جعفر بين قوسين مقتول، والمقبور حسين دحام سلطان وهو مقتول أيضا، وكان يحملان رشاشتين كلاشينكوف وهما يركضان. يعني هذه بين قوسين مقتول أي بعد قيام الطائرة السمتية بالقصف على هذه البساتين، ولهذا وضعت بين قوسين. حينذاك فقد دعي من قبلهما للالتحاق بهما بعد أن أعطياه مسدس نمرة 8 مليم، واتجهوا فعلا إلى البساتين
بين قوسين بالذات بستان السادة، ومن هناك فقد بدأوا بإطلاق النار على موكب سيادتكم، وقد اشترك في الرمي كل من كريم كاظم جعفر وحسين دحام سلطان، وكان حاضرا كل من كريم كاظم جعفر بين قوسين قتل بعد الحادث، سعدي كاظم جعفر أيضا قتل بعد الحادث، فارس جاسم الأمين قتل بعد الحادث، حسين دحام سلطان قتل بعد الحادث، حسين حسن الحاج محمد مصاب الفقرة الرابعة من هذا التقرير نود أن نعرض لسيادتكم بأن برهان يعقوب مجيد قد ألقي القبض عليه من قبل الأمن في 9 تموز 82، واعترف أمامهم بأنه من المرتبطين بحزب الدعوة، وإنه قد شارك بالاعتداء على موكب سيادتكم، وإنهم لم يتخذوا أي إجراء بالرغم من التنسيق الكامل الذي كان جاريا من بين جهازنا حول هذا الأمر وبشكل معمق وبحضور السيد وزير الداخلية. ونتيجة ورود الاعتراف باتجاه برهان يعقوب مجيد، فقد تم طلبه من مديرية أمن صلاح الدين ولم نعلم بموضوعه حتى هذا اليوم. ولا شك في أن اهتماما ناقصا في قضية هامة ينسحب عمليا على العديد من المتابعات والقضايا ذات الطبيعة المشتركة، وإن هذا الأمر لا يصلح بأي حال من الأحوال أساسا لحسن التعامل ووحدة الهدف. ومن الجدير بالإشارة إلى أن هذه الدائرة ومنذ 8 تموز 1982 تمارس وبشكل دقيق ومتكرر وواسع عمليات للتفتيش والتمشيط في تلك المنطقة والمناطق المجاورة بإشرافنا وتوجيهنا المستمر والمباشر، وقد كانت تلك العمليات ذات فائدة كبيرة على سير التحقيق في هذه القضية. مظهرا من مظاهر اللا التزام باتجاه الإجراءات الواجب اتخاذها أمام ظواهر من هذا النوع، ومن أمثلة ذلك إن بعضا من الحزبيين لم يشترك بعملية تشخيص المجرمين الذين قتلوا في الحادث برغم قدرتهم على ذلك إلا بعد توقيفهم، وإن هذا النفس قد مكن عناصر تنظيمات الحزب العميل من توظيف ذلك لصالحهم في إثارة الرعب بقلوب المواطنين في مدينة الدجيل. الحقيقة أنهى المتهم برزان تقريره، وسوف نعلم سيادتكم لاحقا بتقرير متكامل ونهائي عن القضية والمقترحات اللازمة لمعالجة هذه الظواهر مع التقدير. رئيس المخابرات العامة 13 تموز 1982 توقيع المتهم برزان. هذا الحقيقة التقرير، الملاحظة المكتوبة جو التقرير. نعم، هذا التقرير بعد أن قدم إلى المتهم صدام حسين وضع 3 ملاحظات أو هوامش أو أوامر. الملاحظة الأولى أو الأمر الأول، همش نعم همش المتهم صدام بخط يده على التقرير المذكور بما يلي: 1، يطلب الشخص المذكور الشخص الوارد ذكره في الفقرة 4 فورا من الأمن،
ويستفسر وزير الداخلية عن أسباب ودوافع هذا التصرف من الأمن. اثنين، تحدد أسماء العناصر الحزبية التي لم تشخص المجرمين المقتولين رغم معرفتهم لهويتهم. ثلاثة، تستمر المخابرات في متابعة الهاربين من المجرمين والتنسيق مع الجهات الحزبية والرسمية لدفع الجهود بهذا الاتجاه. نلاحظ بالصفحة الأولى من هذا التقرير هناك هامش للمتهم برزان على الصفحة الأولى من التقرير. الهامش يقول: حسيب للاطلاع على هامش السيد الرئيس والتنسيق مع السادة أعضاء اللجنة التحقيقية وخاصة ميم 7 ورائد عصام خضر. ووقع المتهم برزان تحت الهامش المذكور بتاريخ 14 تموز 1982، أي بعد يوم واحد من رفع التقرير. يدرون القراءة بالتناوب إذا أمكن. مستند آخر سبق وأن تم عرضه أمام محكمتكم الموقرة. هذا المستند عبارة عن كتاب موجه من رئاسة المخابرات العامة، سري، يحمل الرقم 1220، مورخ في 21/7/82، ويحمل توقيع المتهم برزان. وهذا الكتاب أو المستند معنون وموجه إلى مجلس قيادة الثورة المنحل، يطلب فيه تكريم عدد من موظفي جهاز المخابرات وقد أدرج أسماءهم في الكتاب المذكور، وذلك لمواقفهم وتصديهم لعناصر حزب الدعوة وإلقاء القبض على عدد منهم في منطقة الدجيل، ويقترح منحهم قدما لمدة سنة واحدة وتقديم هدية عينية لكل واحد منهم تثمينا لجهودهم الاستثنائية. والأسماء: حسيب صابر عبد العزيز، علي محمود، هاشم محمد، علياوي حمد، وضاح اسماعيل الشيخ، نعمة علي حسين، عصام خضر عباس. وقد همش المتهم صدام حسين على أصل الطلب بكلمة موافق ووقع عليه بتاريخ 26/7/82، وعلى أثر ذلك أصدر المتهم صدام حسين قرارا لمجلس قيادة ثورة المنحل المرقم 982 بتاريخ 31/7/82 الذي كرم فيه منتسبو المخابرات المذكورة أسماءهم فيه بمنحهم قدما لمدة سنة واحدة لأغراض العلاوة والترفيه. هذا موضوع التقرير رقم 982. نعم. نعم. 900 هذا رقم القرار، رقم القرار 982 مورخ 31/7/82 وتوقيع المتهم صدام رئيس مجلس قيادة الثورة. مستند آخر عبارة عن كتاب محرر من مديرية التحقيق والتحري في جهاز المخابرات موجه إلى رئاسة المخابرات، يحمل الرقم 7/5684 والمؤرخ في 23/9/82، موضوعه حول التصرف ببساتين الموقوفين من أهالي الدجيل. يطلب في الكتاب المذكور عدم التصرف في البساتين من قبل أقارب الموقوفين من أهالي الدجيل. وكانت إجابة مدير الجهاز بهامشه المؤرخ في 25/9/1982 نعم،
وتقدم قائمة بأسماء الأقرباء. وبناء على ذلك الكتاب السابق أو المستند السابق، وفعلا قدم مدير التحقيق والتحري في جهاز المخابرات بموجب كتابه المرقم ميم 7 س 6282 والمؤرخ في 25/10/1982 قائمة بأسماء أصحاب البساتين الموقوفين وأسماء الأشخاص من أقرباء الموقوفين والذين قاموا بالتصرف بحاصل البساتين المذكورة. بس احصر عددهم، عددهم اقرأ مجموع العدد كم؟ وضع عدد الأستاذ 20. نعم 20. قرب شوية هذه، قرب ميفة. نعم أي. مستند آخر. نعم مستند آخر. مستند آخر عبارة عن قرار مجلس قيادة الثورة المنحال المرقم 1283 والمؤرخ في 14/10/1982 والموقع من قبل المتهم صدام حسين القاضي بمصادرة البساتين والأراضي الزراعية الواقعة في مدينة بلد والدجيل والمسجلة بأسماء المحتجزين. العدد، عدد البساتين يعني، حدد العدد بس. وتجي العفو أستاذ، العدد هذا قرار، قرار ما يذكر به العدد، وجاء حقيقة مفتوح على البساتين والأراضي الزراعية الواقعة في مدينة بلد والدجيل والمسجلة بأسماء المحتجزين وتسجيلها ملكا صرفا باسم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خالية من أي حقوق للغير. وقد ورد في الفقرة الثالثة من القرار المذكور ويستثنى العناصر المذكورة أسماءهم في الجداول المرفقة، ويقصد بها الموقوفين من أهالي بلد والدجيل، يستثنون من التعويض المثبت في الفقرة الثانية من القرار، أي مصادرة بدون تعويض. مستند آخر عبارة عن كتاب صادر من وزارة الداخلية يحمل الرقم 1522 مؤرخ في 28/12/1982 موقع من قبل سعدون شاكر وزير الداخلية السابق في حينها، موجه إلى سكرتارية مجلس الأمن القومي حول المحجوزين من أهالي بلد والدجيل، مرفق معه محضر اللجنة المشكلة من رئاسة المخابرات ومديرية الأمن العامة، يطلب فيه توزيع المحجوزين من أهالي بلد والدجيل على النواحي والأقضية والقصبات في المناطق الجنوبية من العراق. ونلاحظ في الفقرة الثانية من هذا المحضر اللجنة المذكور، المحجوزين من قبل رئاسة المخابرات في سجن أبو غريب من أهالي الدجيل، يبلغ عدد المحجوزين 687 شخص وعلى الشكل التالي: أليف عدد الرجال والشباب إلى حد عمر 9 سنوات 293 فرد، ب عدد النساء والأطفال 394 فرد.
نريد نقرا محضر اللجنه المذكوره باكمله بقدر ما يتعلق الامر بموضوع الدجيل. مستند اخر عباره عن مطالعه رقم نعم. مستند اخر عباره عن مطالعه مرفوعه من مدير الشعبه السابعه في جهاز المخابرات مؤرخه في 12/6/1984 معنونه الى مدير جهاز المخابرات، يعرض فيه هذا المستند قضية الأحداث الموقوفين من أبناء الدجيل في جهاز المخابرات والتي تقل أعمارهم عن 18 سنة والبالغ عددهم 9 والمحددة أسماءهم في المطالعة المذكورة، يطلب فيها إحالتهم على مدرسة الفتيان. لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم، إلا أن مدير المخابرات قرر إحالتهم إلى مديرية أمن المثنى وحجزهم في معسكر لي الصحراوي، وثبت قراره على أصل المطالعة المذكورة. هذا القرار اللي هو يقوم في حجز المثنى. نعم. مستند يبقون في حجز المثنى أفضل. يبقون في حجز المثنى أفضل، يعني أفضل من إحالتهم إلى محكمة مدرسة الفتيان اللي تحاكم الأحداث. نعم. مستند آخر عبارة عن قرار بالموافقة على إحالة 148 شخصا من أبناء الدجيل إلى رئاسة محكمة الثورة لمحاكمتهم، وذلك بموجب كتاب ديوان الرئاسة المنحل شؤون السلامة الوطنية المرقم 6/762 والمؤرخ في 27/5/84 والموقع من قبل المتهم صدام حسين. التاريخ ايش قد تاريخ ما واضح؟ 27/5/84. طلع التاريخ يلا. اي الأسماء 148 العدد مالهم تسلسلات أي جمعا يعني من حتى أشوفها بعد الجمع النهائي. شوف الجمع النهائي 148 الجمع النهائي. نعم 148 آخر اسم أياد رشيد كاظم تسلسل 148 تبدأ بالاسم واحد طالب عبد الجواد وتنتهي بالاسم 148 أياد رشيد كاظم. نعم
مستند آخر عبارة عن قرار الإدانة الصادر من محكمة الثورة بعدد 944 على جيم 1984 مؤرخ في 14/6/1984 القاضي بإدانة الضحايا البالغ عددهم 48 ضحية يحمل تواقيع المتهم عواد حمد البندر رئيسا وعضوين آخرين في محكمة الثورة. مستند آخر عبارة عن قرار حكم الصادر من محكمة الثورة في نفس هذه القضية 944/84 والمؤرخ في 14/6/84 القاضي الحكم على 148 ضحية يبدأ بالاسم رقم 1 طالب عبد جواد وينتهي بالتسلسل 148 اياد رشيد كاظم بالاعدام شنقا حتى الموت ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة موقع من قبل المتهم عواد حمد البندر رئيسا وعضوية اثنين اخرين. مستند آخر عبارة عن مرسوم جمهوري يحمل الرقم 778 مؤرخ في 16/1984 بالمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بالمذكورين في قرار الحكم الصادر من محكمة الثورة يحمل توقيع المتهم صدام حسين تاريخ 16/1984 مستند عبارة عن كتاب صادر من جهاز المخابرات ديوان الرئاسة عفوا مستند آخر سري للغاية وشخصي وعلى الفور صادر من رئيس ديوان الرئاسة المنحلة بعدد 8364 مؤرخ في 12/3/85 موجه إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والذي جاء فيه نرفق طيا صورة المرسوم الجمهوري المرقم 778 لسنة 84 ينفذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بالمدانين المدرجة أسماءهم فيه الصادر من محكمة الثورة ويحمل توقيع أحمد حسين خضير رئيس ديوان الرئاسة المنحلة وأعطيت نسخة من الكتاب إلى جهاز المخابرات ونسخة أخرى إلى رئاسة محكمة الثورة. مستند عبارة عن كتاب صادر من جهاز المخابرات يحمل رقم ميم شين 1253 مؤرخ في
23/3/85 موجه إلى دائرة إصلاح الكبار بين قوسين قسم الأحكام الطويلة، والذي يشير إلى المرسوم الجمهوري المرقم 778 لسنة 84، القاضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بالمدانين المدرجة اسمائهم والبالغ عددهم 148، والذين تم تسييرهم بصحبة مأمور ويرجون اتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ حكم الإعدام بهم فورا، ويحمل توقيع عن مدير جهاز المخابرات، ومدرج فيه كافة الأسماء وحسب ما ذكر فيه. هذه الأسماء 1 إلى 148. نعم، التاريخ 23/3/1985. تسلسل. مستند آخر عبارة عن محضر تنفيذ حكم الإعدام. صادر من قسم الأحكام الطويلة في سجن أبو غريب، مؤرخ في 23/3/1985، والذي يؤيد تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بتاريخ 23/3/1985، ويحمل تواقيع هذه الأسماء 148 اسم استنساخ حقيقة، يعني مسويها لأنه بالحقيقة بعدين راح نرجع بأنه 96 ضحية تم التنفيذ في هذا اليوم، اليوم المذكور، ويحمل تواقيع المشرفين على تنفيذ حكم الإعدام، وكذلك توقيع الدكتور ماهر حنا متي الطبيب في مستشفى النور الجمهوري الذي تم إحضاره، والذي أيد بأن جميع المنفذ بحقهم حكم الإعدام قد فارقوا الحياة. هذا محضر استنادا إلى المراسيم الجمهورية المرقمة 778 لسنة 1984، وقرار الحكم الصادر من رئاسة محكمة الثورة بالدعوى المرقمة 944 على جيم 1984، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بالمذكورين أدناه يوم 23/3/85. صادر من قسم الأحكام الطويلة في سجن أبو غريب. محضر التنفيذ. لازم يوجهه إلى جهة يحلمها بأنه لا ما يوجه. هذا محضر. بناءً محضر صادر من قسم الأحكام الطويلة في سجن أبو غريب. محضر تنفيذ حكم الإعدام. فاهم. بهالصيغة. ما يوجه ممكن. إلى جهة الإعلام أنه أنا أجاوبك. بعدين يعني بالأخير من يرسلون كتاب يرفقون نسخة من هذا المحضر ويا الكتاب. هاي محضر تنفيذ الحكم بس. نعم، يعني ماكو كتاب موجه إلى. لا ماكو بهالوثيقة ماكو، ما أعرف بعدين إذا أكو هيك شيء. ما
حقيقة لدينا وقفة. تود هيئة الادعاء العام أن تلقي نظرة عاجلة على قرار الإحالة المرقم 762 الصادر من ديوان الرئاسة المنحل الموقع من قبل المتهم صدام حسين بتاريخ 27/5 المتهم صدام حسين بتاريخ 27/5/1984 حيث تم إحالة 148 شخصا من أهالي الدجيل على محكمة الثورة. بتاريخ 14/6/1984 قام المتهم عواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة الملغاة على إجراء محاكمة وهمية للضحايا حيث لم يحضر أي من الضحايا إلى المحكمة ولم تقوم المحكمة بدون أقوال بتدوين أقوال. هسه أنا راح أبين لك شلون دقيقة. نعم ولم تقوم المحكمة بتدوين أقوالهم وهذا ما نصت عليه الوثيقة في المطالعة المرفوعة إلى ديوان الرئاسة وموجهة بالذات إلى المتهم صدام حسين. نعم وضح هذه مطالعة من ديوان الرئاسة المذكور فيها. لاحظ على الشاشة سيد الرئيس القائد حفظه الله تحية وتقدير. توقيع من بين التوقيع؟ نعم هذه لجنة شكلت من قبل ديوان الرئاسة المتهم صدام حسين برئاسة حسين كامل. أنا هذا هاي المطالعة أقراها. حسين كامل موجهة. نعم خل أقرأ لك إياها حتى تفهمها. الموضوع تحقيق في أسباب عدم تنفيذ حكم إعدام بمدانين. أولا بتاريخ 5/4/1987 هذا طبعا التقرير رفعه حسين كامل وأعضاء معه إلى المتهم صدام. نعم الأعضاء ويا القاضي عبد العزيز داود ممثل دائرة الشؤون القانونية في ديوان الرئاسة وكذلك إبراهيم جواد ممثل جهاز الأمن الخاص العقيد حسين كامل حسن. بتاريخ 5/4/1987 عرض جهاز المخابرات أمام أنظار سيادتكم موضوع حادث الدجيل وكما يلي. بتاريخ 8/7/1982 تعرض موكب سيادتكم إلى اعتداء من قبل مجموعة مجرمة وتم التحقيق بالحادث بشكل واسع وكانت النتائج هي أليف إدانة 148 مجرما صدر حكم الإعدام بحقهم من قبل محكمة الثورة ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وتمت المصادقة على تنفيذ الحكم بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 778 لسنة 1984. باء تم حجز عوائل المدانين وأقربائهم وعددهم 399 شخصا في محافظة المثنى. جيم تم التنفيذ بالمدانين المتبقين بين قوسين حيث مات عددا منهم أثناء التحقيق. دال تنفيذا لأمر سيادتكم أطلق سراح المحجوزين وأعيدوا إلى منطقة سكنهم. ها كان من ضمن المحجوزين شخصان هما كل من جاسم محمد رضا الحتو وعلي حبيب جعفر اللذين ورد اسميهما في قرار الحكم وفي المرسوم الجمهوري المشار إليهما أعلاه وأطلق سراحهما وعاشا حياتهما بشكل اعتيادي
ولم يرد أي مؤشر سلبي ضدهما فيما بعد، ولا زالا يعتقدان إنهما مشمولين بمكرمة سيادتكم بالعفو عنهما. وأخيرا قدموا طلبات لإعادتهما إلى وظيفتهما، ومن خلال ذلك ظهر للجهاز أن حكم الإعدام لم ينفذ بهما وأطلق سراحهما سهوا. التاريخ ما ذكر التاريخ، اللجنة شو وقت اللجنة؟ تاريخ رجعنا دقيقة، خلي يكمل نعطيك الفرصة. 5/7/1987 يعني آخر صفحة. بعد 3 سنوات سيدي. دقيقة نعطيك فرصة بعدين. يعني بعد 3 سنوات. أخي بدل هاي. هذه أنا بين لك إياها متهم عواد. إحنا من قرأنا كافة المستندات وصلناهم للتنفيذ 148 لتنفيذ حكم الإعدام. هذه المطالعة بناء على تشكيل لجنة بأن أربعة تم إعدامهم سهوا، واثنين من ضمن المحكومين أطلق سراحهما سهوا. لهذه الأسباب شكلت لجنة من المذكورين برئاسة حسين كامل، وكتبوا هذه المطالعة إلى المتهم صدام. هذا موضوع المطالعة. تاريخها طلع بصفحة الأخيرة 5/7/1987. نعم. من أعضاء اللجنة المفضلة؟ أعضاء اللجنة القاضي عبد العزيز داود ممثل دائرة الشؤون القانونية في ديوان الرئاسة، وإبراهيم جواد ممثل جهاز الأمن الخاص. والعقيدة. صفحة 2. وملاحظة. وإن والعقيد حسين كامل حسن. حسين كامل حسن رئيس اللجنة. نعم. موقع كرئيس لجنة وموقع العقيد حسين. العقيد حسين كامل حسن. العقيد حسين كامل حسن. صفحة ثانية. الثانية منها. إن عمر المدان الأول أعلى جاسم محمد رضا الحتو 63 سنة، وأعدم 3 من أبنائه، وقتل الرابع في موقع الحادث. أما المدان الثاني فعمره 50 سنة، وأعدم 1 أبنائه وفقد الآخر. نأتي للفقرة الرابعة. الفقرة ثانيا أمرتم سيد الرئيس القائد على العرض المذكور أعلاه بالآتي: 1 يحقق الديوان وبإشراف العقيد حسين للتحقيق من هذا عن هذا السهو. يحقق الديوان وبإشراف العقيد حسين للتحقيق عن هذا السهو. للتحقق هذا الغلط. لا، لأنه حدث تحقيق. احنا خلي حتى نجي، يعني عندنا تسلسل. العفو. نعم، هذا النص الموجود. ثانيا، لم تكن الصدفة أو السهو أكثر رأفة منا، حتى عند لا تكون الرأفة لمن يستحقها، وعليه ينظم مرسوم بإعفائهما. صدر المرسوم الجمهوري المرقم 238 والمؤرخ في 30/4/87 بإعفاء المذكورين من عقوبة الإعدام. رابعا، وبموجب الأمر الديواني المرقم ق/13/17959 والمؤرخ في 27/4/1987 تا
تشكلت لجنة تحقيقية من جهاز الأمن الخاص والدائرة القانونية لديوان الرئاسة وتحت إشراف العقيد حسين كامل مدير جهاز الأمن الخاص. خامساً، قامت اللجنة بالآتي: 1. اطلعت على كافة الأوليات المتعلقة بحادث الدجيل والموجودة لدى جهاز المخابرات. 2. استمعت إلى إفادات كل من حكمة عبد الوهاب، كامل حسين، وضاح إسماعيل الشيخ، نوري عبد الله، حامد ظهد، ضاحي أحمد، محسن عبيد، فيصل شاهين، الملازم الأول عسكري شامل فياض، عبد الجبار حميد، العقيد طارق هادي عضو محكمة الثورة، الرائد هاشم طه المدعي العام لمحكمة الثورة، وظهر مما تقدم الآتي: في تموز عام 1982 وأثناء زيارة سيادتكم لناحية الدجيل، تعرض موكب سيادتكم إلى حادث اعتداء آثم وغادر وبالسلاح الناري. أثر الحادث المذكور تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا من عناصر من جهاز المخابرات ومن السادة: عصام خضر، علي محمود، حسيب صابر، وضاح إسماعيل الشيخلي، محمد عليوي، نعم حسين. وتم توزيع الضباط المحققين العاملين لجهاز المخابرات على عناصر تلك اللجنة، ومنهم ضابط التحقيق حكمة عبد الوهاب كامل حسين، وكان يشرف على التحقيق رئيس جهاز المخابرات الأسبق، وجرى التوجيه منه بالتحقيق مع المجرمين وعوائلهم التي تم القبض عليهم والذين بلغوا 399 من قبل المحققين المذكورين على أساس المجاميع وليس على أساس عائدي. وبهذا الأسلوب جرى التحقيق مع العائلة الواحدة من قبل عدد من المحققين وليس من محقق واحد. فقرة أخرى: تم فرز أعداد من ذلك العدد وممن غير قادر على حمل السلاح، وعلى سبيل التحديد من كان ذكراً وفي عمر 13 سنة فما دون، والأطفال والأناث، حتى ممن ثبت ارتباطها بحزب الدعوة، فضلا عن الشيوخ وإن المعيار لمعرفة الشيوخ من الرجال هو ظاهر حال الشخص وليس اعتماد الوثيقة الرسمية، بين قوسين الجنسية أو هوية الأحوال المدنية. وتقرر حجز هؤلاء في محافظة المثنى، وأرسلوا بثلاث قوائم تعاقبت بتواريخ مختلفة، وكانت القائمة الثانية في 27/10/1983. ومن بين المحجوزين المرسلين بموجبها هما موضوع بحث هذا التحقيق: علي حبيب جعفر وجاسم محمد الحتو. وتم تدوين أقوال هذين الشخصين مع عدد آخر من المدانين صوريا. وبنفس هذه الحالة جرت مرافعتهما مع بقية المتهمين بالقضية، وصدرت الأحكام بحقهم من قبل محكمة الثورة بالإعدام شنقا حتى الموت على أوراق القضية، بين قوسين من دون مرافعة. أرسلت القضية ومرفقتها قرار الحكم إلى ديوان الرئاسة، وتمت المصادقة على تنفيذه
بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 778 والمؤرخ في 16/6/1984 وخص في تنفيذه لجهاز المخابرات، وحين وروده إلى هذا الجهاز تم الأمر بتنفيذه فورا، وكلف ضابط التحقيق حكمة عبد الوهاب بذلك، وقام هذا الضابط بالتنسيق مع الجهات المعنية وطلب من قطاع موقف جهاز المخابرات الكائن في سجن أبو غريب بتهيئة القوائم بالموقوفين عن جريمة حادث الدجيل، وتم تزويده بأسماءهم البالغة 96 شخصا، من بينهم 4 وهم مهدي عبد الأمير، حسن عبد الأمير، صلاح مهدي عبد الأمير، وفلاح مهدي عبد الأمير، كانوا محجوزين مع المدانين دون أن يصدر بحق هؤلاء حكما بالإدانة والعقوبة من تلك المحكمة، فتم إعدامهم خطأ مع المدانين المذكورين، لأن ضابط التحقيق حكمة عبد الوهاب أغفل تطبيق حكم القانون، وذلك بعدم تلاوة المرسوم الجمهوري وأسماء المدانين المصادق على تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وإن الإغفال امتد إلى أن يفلت من التنفيذ المدانين علي حبيب جعفر وجاسم محمد الحتو، لأنهما كانا محجوزين في محافظة المثنى كما أسلفنا. ولتلافي جهاز المخابرات خطأ تنفيذ حكم الإعدام بالمحجوزين الأربعة آنفي الذكر، فقد عرض جهاز المخابرات بعد ذلك الموضوع أمام أنظار سيادتكم بموجب مطالعة، والتمس موافقة سيادتكم على إضافة أسماء الأربعة إلى المدانين في قضية الدجيل، وذلك بموجب مرسوم جمهوري لاحق، وتنفيذا لأمر سيادتكم تشكلت في الجهاز لجنة انتهت إلى تحديد التقصير بضابطي التحقيق كلا من حكمة عبد الوهاب وكامل حسين. أستاذ بالنسبة أكو فد سطر أنت طفرته ليش؟ نعم سطر أكو موجود طفرته، يعني ليش؟ سطر إيش أكو؟ أنا اللي إذا أقرأ مو أنت اللي تملي علي. يا أستاذي غير تقرأ كله بتسلسل حتى تشوف يعني أنت بين أكو وقد أمرتم سيادتكم أكو عبارة وقد أمرتم سيادتكم لا تنسجموا مع الهوى. لا الموضوع الهوى هذا خليه إن شاء الله إن شاء الله ما أقولك. أنا ذا أذكر الإلك والعليك. لا إن شاء الله الإلك والعليك، يعني أنت من ذولا طيت مرسوم جمهوري وقريتها عني وقد ومن شكلت لجنة تحقيقية ليش ما تنفذ حكم الإعدام بذول الاثنين أنا قريته. على كل حال وقد أمرتم سيادتكم وقد أمرتم سيادتكم لا شنو لا نرتكب خطأ نتيجة خطأ الآخرين، يحاسب المقصرين، وتنفيذا لأمر سيادتكم تشكلت في الجهاز لجنة انتهت إلى تحديد التقصير بضابطي التحقيق كل من حكمة عبد الوهاب وكامل حسين، وإن محكمة جهاز المخابرات حكمت على كل واحد منهم بعقوبة الحبس لمدة 3 سنين، وما زال الاثنان يقضيان المدة المذكورة في سجن أبو غريب، دون الإشارة إلى معالجة موضوع الأربعة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم خطأ في 17 تموز عام 1982
تبين لضابط التحقيق كامل حسين عدم وجود علاقة للموقوف عبد الأمير مهدي صيف بذلك الحادث، فعرض أمر إخلاء سبيله من التوقيف على مدير التحقيق والتحري وعضو اللجنة التحقيقية العليا والضاح إسماعيل الشيخلي، ووافق الأخير على إخلاء سبيل المذكور من التوقيف، غير أن هذا الأمر لم ينفذه ضابط التحقيق كامل حسين، وبقي عبد الأمير رهن التوقيف. وفي عام 1984 استفسر مكتب أمانة سر القطر من جهاز المخابرات عن مصير الموقوف المذكور، حيث بين ضابط التحقيق بموجب مطالعة قدمها إلى مدير التحقيق والتحري السيد كاظم مسلم، والتي تفيد بتصفية الموقوف المذكور. بعد أن تم تنفيذ حكم الإعدام بالمدانين بقضية الدجيل، عطف السيد الرئيس القائد على المحجوزين عن تلك القضية وكرمهم بإخلاء سبيلهم من الحجز بموجب كتاب مجلس الأمن القومي المرقم 1173 والمؤرخ في 12/4/1986، وشملت مكرمة سيادتكم المدانين علي حبيب جعفر وجاسم محمد الحتو. وبعد إخلاء سبيل المذكورين أخذ يراجعان دوائرهم السابقة وأمن الدجيل بشأن إعادتهما إلى وظائفهما السابقة، فأشعرت المديرية المذكورة جهاز المخابرات بوجود المذكورين طلقاء على قيد الحياة. سادسا، الرأي والتوصيات. واحد، إن عدم تنفيذ حكم الإعدام بالمدانين علي حبيب جعفر وجاسم محمد رضا الحتو يرجع إلى عدم مطابقة حكمة عبد الوهاب الأسماء الواردة في المرسوم الجمهوري المصادق فيه على تنفيذ حكم الإعدام بحق المذكورين مع الأسماء التي جرى التنفيذ بحقهم فعلا بموجب المرسوم المذكور، وإن خطأ حكمة عبد الوهاب المذكور يقع تحت قائلة المادة 268 قاف عين التي نصت على يعاقب بالسجن. نلاحظ هنا الفقرة واحد أمامها سهم وكلمة أو مفردة نعم، هذه المفردة يعزى بأنها كتبت من قبل المتهم صدام. كمل بقى. نعم، هذه التوصيات الصفحة سبعة. لذا نوصي بإحالة المذكورين إلى محكمة جهاز المخابرات لإجراء محاكمته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها. اثنين، لصدور شهادتي وفاة بالمدانين علي حبيب جعفر وجاسم محمد رضا الحتو ولإخلاء سبيلهما بموجب مرسوم العفو عن عقوبة الإعدام التي كانا محكومين بها ولوجودهما طلقا على قيد الحياة، نوصي بإلغاء شهادتي وفاتهما، لأنه هاي عادة تعمل شهادات الوفاة قبل تنفيذ حكم الإعدام من في أبو غريب. نلاحظ بأن هناك سهم بهذا المقترح بأن نوصي بإلغاء شهادتي وفاتهما، وهذا السهم وكلمة نعم أيضا تعزى بأنها تعود إلى المتهم صدام. نقرأ الفقرة 4، لثبوت إعدام حسن عبد الأمير حمودي ومهدي عبد الأمير حمودي
وفلاح مهدي عبد الأمير وصلاح مهدي عبد الأمير بين قوسين خطأ وإدانة المقصرين في قضيتهم وعدم معالجة موضوعهم من قبل المخابرات عند اكتشافها الخطأ، نرتئي إما أن تضاف أسماءهم بقرار لاحق إلى أسماء الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، أو تصحيح الخطأ بقرار وإعادة الحقوق لعوائلهم. هنا هذا بخط أحمد حسين خضير رئيس ديوان الرئاسة، وهذا التوقيع يعزى له بتاريخ 7/7 مذكور فيه حصلت موافقة السيد الرئيس القائد على هذا المقترح. خمسة، لاحظت اللجنة أن التحقيق لم يكن عميق ودقيق بحيث لم يستطيع تشخيص الرؤوس المخططة للعملية الغادرة وهل كان التخطيط لها مسبق أم لا، بل كانت التوجيهات ترد بصورة شفوية من وضاح إسماعيل الشيخ إلى المحققين ويتم تنفيذها وفق هذا السياق. ستة، كما لاحظت اللجنة التحقيقية إن جهاز المخابرات لم يقم بمتابعة عناصر حزب الدعوة بعد انتهاء قضية الدجيل أو إعلام مديرية الأمن العامة لمتابعة الموضوع باعتبار ذلك يقع ضمن دائرة عملها الأمني عليه، ترى اللجنة تشكيل لجنة مشتركة من جهاز المخابرات ومديرية الأمن العامة لدراسة الأضابير الخاصة بالقضية للوصول إلى خيوط التنظيم المعادي الذي وجه العملية النكرة ولا سيما التنظيم النسوي. نلاحظ بأنه هذه العبارة ترى اللجنة هناك كلمة نعم أمامها وأيضا توقيع للمتهم صدام حسين. للتفضل بالإطلاع وأمركم مع فاقد التقدير والاحترام. فأيضا هناك يلاحظ التعليق ويعمل به، هذا الخط يعزى إلى المتهم صدام حسين، وهذا التوقيع أيضا 5/7/1987، العقيد حسين كامل حسن، القاضي عبد العزيز داود ممثل دائرة الشؤون القانونية في ديوان الرئاسة، إبراهيم جواد ممثل جهاز الأمن الخاص. ضمن أمر الإحالة البالغ عددهم الكلي 148 ضحية، هذه 46 ثابت من خلال الأوراق والمستندات الثبوتية بأنه أسماءهم أحيلت جملة وتفصيلا مع 148 لغرض محاكمتهم من قبل محكمة الثورة، وعلما يعني أموات تمت إحالتهم إلى محكمة الثورة، أسماءهم أحيلت. وهذا نعم نعم يبين نعم هسه دا أبين لك 96 الكتاب. نعم الحقيقة مستند اللي هو يضمن قرار إدانة أعلى المستند رقم 3. قرار إدانة هذا مجلس قيادة الثورة جهاز المخابرات محكمة المخابرات العدد صفحة الثانية نعم 26/1987 التاريخ 23/9/87 قرار الإدانة. تشكلت محكمة المخابرات ببغداد بتاريخ 21/9/1987
برئاسة القاضي ثامر قاسم محمد وعضوية السيدين كاظم حزام عبد وإبراهيم أحمد عبد المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدرت قرارها الآتي: المتهم حكمة عبد الوهاب خليل المنسوب إلى مديرية التحقيق والتحري، أحال السيد مدير جهاز المخابرات بموجب قرار الإحالة 26/87 المتهم الموقوف حكمة عبد الوهاب خليل على محكمة المخابرات لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة عن تهمة وفق المادة 268 من قانون العقوبات. وقد تبين من خلاصة القضية التحقيقية أنه خلال عام 1984 كان المتهم مكلفا بتنفيذ مرسوم جمهوري يقضي بحكم الإعدام على عدد من المحكومين، وأثناء ذلك لم ينفذ حكم الإعدام باثنين منهما، وهما كل من علي حبيب جعفر وجاسم محمد الحتو الواردة اسمهما في المرسوم الجمهوري. وفي اليوم المعين للمرافعة أحضر المتهم ودونت هويته، كما حضر ممثل الادعاء العام ووكيل الدفاع عن المتهم، وتلي قرار الإحالة، وثم وجهت المحكمة التهمة إلى المتهم وفق المادة كذا حسب ما مذكور. وباشرت المحكمة بإجراء المحاكمة، فاستمعت إلى إفادة المتهم التي ذكر فيها أنه كلف عام 84 بتنفيذ حكم الإعدام على عدد من المحكومين يبلغ عددهم 148 محكوم، ونظرا لضيق الوقت وإن المتبقين من العدد الكلي للمحكومين هو 96 محكوم نتيجة تصفية الآخرين أثناء التحقيق، واعتمادا على المسؤولين عن الموقف في تدقيق أسماء المحكومين الذين كانوا في مكان مخصص للمحكومين بالإعدام فقط، ولأجل التمويه على أعضاء لجنة التنفيذ بمعرفة العدد الكلي الذي سيتم التنفيذ عليهم لكي لا يكتشفوا أن قسما منهم قد تمت تصفيته سابقا، فقد تغاضى عن تدقيق أسماء المحكومين قبل التنفيذ، مما تسبب بإعدام 4 أشخاص لم يكونوا ضمن القوائم، وإن ذلك يعني أن 4 أشخاص آخرين لم يتم تنفيذ الحكم بحقهم، 2 منهم هم موضوع القضية هذه، ولا يعرف مصير الاثنين الآخرين. وطلب مراعاة كونه سبق محاكمته عن الوجه الأول من نفس القضية وحكم عليه لتنفيذه خطأ حكما على أشخاص لم تصدر بحقهم أحكاما، وكونه في هذه القضية يحاكم عن الوجه الثاني لنفس القضية الأولى لأنها حول نفس الخطأ. ثم استمعت المحكمة إلى مطالعة الادعاء ثم هاي الوثيقة من ورافعها من فضلك؟ هذه الوثيقة قرار حكم من محكمة المخابرات. محكمة المخابرات بتاريخ 23/9/1987 عفوا قرارنا قرار الحكم صادر من محكمة الثورة، فشنو علاقة المخابرات؟ هذا أنا دا أوضح بأنه 96 من منسبي جهاز المخابرات حكمة بالأصل على هالأساس. هذه ردت أنا قرأت هذا المستند حتى أوضح بأنه لم يتم تنفيذ حكم الإعدام ب148 ضحية، وإنما التنفيذ الفعلي هو 96 ضحية. من النقص 148 منها 96
راح يطلع عندنا 46 ضحية اللي تم تصفيتهم في التحقيق أو ماتوا خلال التحقيق حسب ما مذكور بالمستندات اللي قرأتها. نعم 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 نعطيكم نعم. هو لاحظ بأنه لا رجعها صور النسخة الأخيرة اللي موقع بيها بعدين صدر القرار بالاتفاق في 21/9/87 رئيس محكمة المخابرات توقيعه وعضو آخر. هاي الصفحة الأخيرة. لا لا بعدين نعطيهم نسخ إذا يحتاجون المحامين. إحنا منطيهم كافة النسخ. يكون نسخ لدى المحامين. قبل 60 يوم هذه المستندات كلها سلمناها إلى المحامين قبل 60 يوم من انعقاد الجلسة الأولى. عفوا أستاذ مو كل المحامين. سلمناها. بس المحامين اللي كانوا بدور التحقيق. بقية المحامين إحنا ما مستخدم. لا. عندما أحيلت القضية من قبل محكمة التحقيق إلى الجنايات وكل وعدنا مستندات للموقعين المحامين اللي مستلمين وتاريخ الاستلام وحتى عدد الوثائق المستلمة والوثائق المستلمة من قبل كل محامي هو 1150 نسخة اللي ما عنده نسخة راح نزودها بالنسخة ما لا في القانون طبعا نعم راح نزودكم تاريخ موجود عندنا قبل 19 لا لا اسمح لي طبعا وفق قانون المحكمة في حالة حصول الادعاء العام على أي نسخ أدلة جديدة فلا بد من تسليم نسخة منها إلى فريق الدفاع عن المتهمين وكذلك نسخة منها إلى المحكمة الموقرة فنعم هناك بعد 1150 حصلنا على وثائق أخرى وفورا سلمناها لكم على شكل وجبات نعم 1150 استلمناها قبل 19 يوم من المرافعة بينما القانون لا هي القانون يقول 45 وأنا عندي الوثائق اللي تثبت قبل 60 يوم من المحاكمة نعم احنا يوم 19/9 نعم. وقعنا على الاستلام الوثائق تقول 60 يوم من المحاكمة موجودة وأرجو عدم المقاطعة رجاء هذا موضوع إذا يخص الوثائق ممكن أن أي ما عنده وثيقة أنا زوده وجه كلامك للمحكمة تفضل احنا استلمنا مرة واحدة في آخر جلسة حضرناها فلم نستلم قبل ذلك فأعتقد هناك اختلاف بين المحامين بالنسبة لتسليم الوثائق وموجودة اللي آخر جلسة حضرنا بها استلمنا جزء من الوثائق نعم هذه آخر هسه اليوم أنا إذا لو محصل على مستندات اليوم أيضا أدفع لكم إياها وأسلمكم إياها بعد نعم. انتهاء الجلسة راح نزود نعم نعم المحكومين بالاعدام يعني هو يعني هم كانوا محكومين ومن ثم تم تنفيذ الحكم بهم وليس لم يحكمون يقول نفذ به المحكومين بالاعدام اي نعم اي فيعني حتى تصحيح المن حكمه يقول يعني اكو محكومين 48 شخص نعم وذيك الوقت هو قام يتصرف من كيف ينفذ بجزء ويخلي جزء هالشكل كان يقول وليس قبل اصدار الحكم الاعدام هذول الأربعة لا ال 148 نعم هو فصلها مثل ما قرأتها أنا هو يقول محكومين وأنا بعد الحكم نفذت بهم الحكم تفضل خلينا كل حال وليس قبل قرار يا ترى المدعي العام ممكن تقراها مرة أخرى إذا يسمح لي السيد القاضي نعم لأن فقرة مهمة هاي يا فقرة هاي الفقرة اللي تفضل بها الرفيق عواد أي ما ممكن نعم إعادة قراءته باشرت المحكمة بإجراء المحاكمة فاستمعت إلى وين الورقة مالتك؟ نعم إلى إفادة المتهم اثنين أي
التي فاستمعت إلى إفادة المتهم التي ذكر فيها أنه كلف عام 84 بتنفيذ حكم الإعدام على عدد من المحكومين. المحكومين. من المحكومين نعم. على يبلغ عددهم 148 محكوما. نعم. ونظرا محكوما نعم. ونظرا لضيق الوقت وإن المتبقين من العدد الكلي للمحكومين هو 96 محكوم نتيجة تصفية الآخرين أثناء التحقيق. من المية وثمانية العدد المتبقي بيحكي عربي هو أثناء التحقيق ده يقول أثناء التحقيق الرب هي المتهم عواد اللي يشوفه أثناء التحقيق. الموضوع هو الأساسي هو المحكومين بالإجمال 148 شخص بالضيق الوقت قبل الإحالة 46 ضحية. لا بعد يقول المحكومين 148 شخص محكومين بالإعدام. نعم 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 قبل الإحالة 46 شخص دولة. المهم بعد شنو اللي تريد أعيد لك إياه؟ هو يقول محكومين 148 شخص وأنا نفذت ب 46 ومن ثم 96. لا 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 سنعطيك نسخة وحتى تتمعن بيها يعني تقراها. أعيد قراءة ال نتيجة تصفية الآخرين أثناء التحقيق. واضح. نتيجة تصفية الآخرين نعم نعم يجوز الرجل يقصد هو مو واضح يعني لازم يسأل تقصد انه المحكومين 148 شخص نعم نفذ 96 اي والاخرين يعني قسمهم على وجبتين هيك المفهوم ولكن يشير الى انه البعض جرى تصفيته اثناء التحقيق تحقيق نعم نعم تمام ليس من بين ال 148 وانما ال 148 ذولا حكموا يعني احياء وهو بخطا التنفيذ جرى على وجبتين ولذلك يحاكمون الضابط هو الكتاب عن محاكمه ضابط منتسب تجاوز حدود المخابرات تمام نعم التنفيذ تم ب 96 هذه قرأناها ما نريد نكرر قراءتها وردا على هذا لا هذا غير موضوع وهذا نعم الأسماء التي أحيلت موجودة في المحكمة مستند بعدين مستند اللي هو 35 متهمين دا يناقشون مستند هم حقيقة واضحين بهالعدد يعني تمام يقولون بس تركوا للوكلاء هم بعدين دينا قشوكم 35,022 اي نعم قصة الاربعة بعده هذا مستند ديوان الرئاسة العدد 35,022 التاريخ 13/8/87 سري موجه الى جهاز المخابرات موضوع توجيه إلحاقا بكتابنا السري كذا المرقم تنسب اعتبار كل من حسن عبد الأمير حمودي ومهدي عبد الأمير حمودي وفلاح مهدي عبد الأمير وصلاح مهدي عبد الأمير متوفين في التوقيف هذول الأربعة اللي تم إعدامهم سهوا خطأ نسخ منه نسخة منه إلى وزارة الصحة مكتب الوزير توقيع طبعا أحمد حسين رئيس ديوان الرئاسة توقيعه نسخة منه وزارة الصحة مكتب الوزير تنسب استصدار شهادات وفاة بالمتوفين المذكورين أعلاه وإعلامنا مع التقدير مديرية الأمن العام للعلم مع التقدير جهاز الأمن الخاص للعلم مع التقدير ليس منها نسخة للمخابرات نعم هو موجه الكتاب إلى جهاز المخابرات واللي ذكرتهم ذني نسخ لهم ك-
كتاب بالأصل موجه إلى جهاز المخابرات وأعطى نسخ إلى الجهات الأخرى. نعم. كان من بين الذين صدر بحقهم حكم الإعدام من ضمن 148 شخصا تسلسل 144 في القرار في قرار التنفيذ، وهو الضحية قاسم محمد الزندة، حيث كان مع المحجوزين في معسكر لي الصحراوي، وكان في حينها صغير السن حيث كان يبلغ من العمر 14 سنة. هذا وفق المستندات الموجودة 14 سنة. قاسم محمد جاسم الزندة 14 سنة. تسلسل 25. نعم تسلسل 25. نعم. وبعد تدقيق ملفات الدجيل جلب من المعسكر معسكر لي المذكور بموجب كتاب المخابرات المرقم ميم 7283 في 29/5/85. وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه وتنظيم شهادة وفاة ثانية له. قرار التنفيذ ولا قرار الحكم؟ نعم قرار التنفيذ ولا قرار الحكم؟ من ضمن 148. نعم تم هذا من ضمن 148. يقول تم جلب المذكور أعلاه من مديرية الأمن المثنى وتم تنفيذ الحكم الصادر بحقه. الوثيقة بها الشكل. أي. هذا الكتاب اللي أرسل طبعا هو هذا ومجموعة ويا تسعة أرسل إلى معسكر ليالي صغر سنهم هذه الأعمار التي ظهرت لصغر سنهم أرسلوا وتم تنفيذ حكم الإعدام بهم بتاريخ 18/1/89. هذا مستند تنفيذ حكم الإعدام، وهذا مستند استلام الجثث المدانين المدرجة أسماءهم أدناه الأسماء الأسماء نعم الأسماء. هاي الوثيقة ما بها الشعار المؤسسة. لا محضر استلام جثث. هذه مو من المخابرات. أي. قبلها سيادة المدعي العام. نعم قبلها المكتوب خط اليد بكلمات كبيرة. ما في لا رقم ولا يا تقصد هذه؟ لا اكو رسالة. نعم هذه نعم هذه مطالعة داخلية. هذه صادرة منين؟ هذه صادرة من نوري عبد الله مدير الشعبة الثالثة إلى السيد المدير المحترم مدير التحقيق والتحري مدير التحقيق والتحري في المخابرات. عرضتها؟ ممكن تعرضها؟ نعم. هاي نفس الخطة أكو رسالة قبلها أيضاً. إي وياها النسخة هذه. يعني هاي الأوراق مو أوراق رسمية يعني ما بيها شعار المؤسسة الداخلية فقط اسم. هاي على إيدك. هذه مطالعة داخلية وليس من جهة إلى جهة. ما يخالف سيادة المدعي العام. نعم الآن هذا موضوع ما يهمني ما يخصني. نعم تعرف تاريخه متأخر ولكن فقط للحقيقة 87. هذا ما لي علاقة به ولكن للحقيقة هاي مطالعة بخط اليد ما يخالف سيادة القاضي. مطالعة بخط اليد حتى المطالعات الخط اليد أو المطالعات الداخلية تستخدم الكليشة الرسمية للمؤسسة تحمل شعارها واسمها كما منصوص عليها. هاي الوثيقة فيها فقط اسم المؤسسة على يدك اليمين. وهي هذه أقرأ لك إياها أنا. مفهوم. أقرأ لك إياها. يقول السيد المدير المحترم الموضوع العراقي قاسم محمد جاسم الزندة جهاز المذكور أعلاه من جماعة الدجيل البالغ عددهم 148
عرضها وقاها على الشاشة، قربها شوية. المذكورة أعلاه من جماعة دجيل البالغ عددهم 148، والذين سبق وأن أحيلوا إلى رئاسة محكمة الثورة وصدر الحكم بحقهم بالإعدام شنقا حتى الموت، حيث صادقت رئاسة الجمهورية بموجب مرسومها المرقم 778 لسنة 84 على قرار الحكم. اثنين، على هذا الأساس تم إعداد كتاب إلى دائرة إصلاح الكبار قسم الأحكام الطويلة المرقم 1253 في 20385 راجين بموجبه اتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ الحكم بحقهم فورا، وإن موضوع البحث كان اسمه ضمن المجموعة المرسلة لغرض التنفيذ تسلسل 144. ثلاثة، من المفروض أن ينفذ فيه حكم الإعدام بموجب كتابنا أعلاه، وعلى هذا الأساس تم تنظيم شهادة وفاة له والمرفقة جانبا. أعرض شهادة الوفاة. شهادة الوفاة هذا تم إصدار شهادتي وفاة، الأولى وفاة، الأولى عندما مع 148، والثانية عندما استدرك بأن هذا لم يعدم وأرسل إلى معسكر لي الصحراوي وتم جلبه من قبل المخابرات وتنفيذ حكم الإعدام به بتاريخ 16/1/89. أنا ما أقدر أناقشك سيادة القاضي، ما أقدر أناقش السيد المدعي العام على محتوى هاي الوثائق. هاي الأولى هاي الثانية. هاي ما لي علاقة بها. بلي بلي. يعني فترة بعد 5 سنين 6 سنين بعد تركي استقالتي من المؤسسة. هذا محضر تنفيذ حكم الإعدام بهذا الضحية. الوثيقة المعتاد مثل ما قلت لك قبل قليل، اكو فورما موجود عليها شعار المؤسسة واسم المؤسسة على اليمين بالعربية وعلى اليسار بالإنجليزية مع شعار المؤسسة. أيوة. هاي المؤسسة من؟ وثيقة داخلية. هاي وثيقة داخلية. أعرفها وثيقة داخلية. بس نعم. حتى أي قضايا مطالعات حتى داخلية هي هاي ومختلفة الأحجام تستخدم. ما تستخدم قضية مثل هالنوع هذا بورقة من هالنوع أو ورقة بيضة وتحفظ في فايل رسمي. هذا محضر تنفيذ. نعم. فهاي أرجوك تأخذ بالأسماء اللي المحكمة عشر أسماء بنظر الاعتبار. مستند آخر سري وشخصي. رقم الرقم معنون من ميم 7، يعني مستند هذا داخلي. السيد مدير جهاز المخابرات وكالة المحترم، الموضوع تنفيذ حكم الإعدام. سبق وأن صدر قرارا من رئاسة محكمة الثورة بالدعوة بإعدام المدانين في حادثة الدجيل. اثنين، صدر المرسوم الجمهوري المرقم كذا. ثلاثة، بعد التنسيق مع إدارة السجن وأمانة بغداد أمانة بغداد دفن الجثث. نعم. ثم تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين ووفق ومرفق بمحضر أصولي موقعا من قبل لجنة التنفيذ المرفقة ورقة طيّن. أربعة، سبق وأن سلم 10 مجرمين منهم الواردة أسماءهم أدناه إلى السيد المستشار الفني من خلال مع العرض أن أسماءهم قد وردت في قرار الحكم والمرسوم الجمهوري وكذلك في محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 23/3/85. يعني هؤلاء 10 أسماءهم وردت في قرار الحكم، في محضر التنفيذ، في قرار مجلس قيادة الثورة بالمصادقة، وإلا أنه ظهروا بأنهم لم ينفذ بحقهم حكم الإعدام، وبالتالي نعم لأن أعمارهم تتراوح بين 17 إلى 11 سنة حسب الوثيقة الموجودة. طلع الوثيقة مال
نعم لا يسمعهم. وبالتالي نعم. الصفحة الثانية من الوثيقة. نعم. الصفحة الأولى هنا شي يقول الثانية. المقترحات سري وشخصي. خمسة المقترحات أليف تنفيذ حكم الإعدام بهم بشكل سري وبالتنسيق مع إدارة السجن لوجود إمكانية ومكان مناسب للتنفيذ. هذا هنا أنا حقيقة خط أو شبه سهم مدير المخابرات في حينها قد علق بنعم يفضل أن يتم دفنهم من قبل الجهاز خشية عدم معرفة الأمانة لطبيعة الحالة، أما إذا نضمن سلامة النتائج فلا مانع. أي بمعنى هناك خيار بين أن تدفنهم الأمانة أو يدفنهم جهاز المخابرات. الأسماء فلاح محمد عباس حسون، عبود نجم عبود، برهان يعقوب مجيد، ثامر جسوم محمد، كاظم أحمد محمد مخلف، حمزة محمد هادي، معن عباس حسون، حميد عباس حسون، محمد جاسم عبد الحسن، قاسم محمد قاسم. نعم هي حتى نستفاد من الوقت. حقيقة مستند آخر اللي هو عبارة عن مطالعة رفعها محمد عبد الحسين المنتسب في المخابرات إلى مديرية التحقيق والتحري مدير الشعبة الثانية المحترم هامش السيد المدير المحترم المرفق جانبا نود، اللي حقيقة هذا أريد نقرأ الفقرة الثانية قربها شوية. أوضح بأن القضية متابعة مباشرة من الأستاذ برزان إبراهيم وبإشراف المدان والضاح الشيخ، المدان لأنه جرت له محاكمة عن هؤلاء الشخصين، اللي حيث إنه كان متابع ثانوي لهذه القضية، حيث يبين إنه بأنه تم الذهاب إلى أمن ديالة بصدد القضية. نعم قضية شنو أستاذ؟ نعم سجافر. نعم هذه هي تخص قضية الدجيل. عفو هذه قضية الدجيل أستاذ تخص بيا تاريخ هاي. نعم هذه مؤرخة في 14/9 بس أظن 87 ما متأكد منها هذه. شنو الداعي 87 لأنه وضاح الشيخ عندما تمت محاكمته بال87 او بال88 استاذ، بما انه مذكور بان المدان اذا هذه بال87 او استاذ اذا ما متاكد منها اتركها. اسمي لويس. اللي ما متاكد منها اتركها استاذ. اللي ما متاكد منها وخاصه بخط الايد اتركها استاذ. انا متاكد منها كوثيقه وأعرضها للمحكمة كوثيقة. وأشير إلى الفقرة الثانية من هذه الوثيقة التي تؤيد بأن القضية متابعة مباشرة من الأستاذ بين قوسين برزان إبراهيم وبإشراف المدان بين قوسين وضاح الشيخ، وحيث أنه كان